دور الله يرحمهم. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الملف كان مقرر اليوم أنه يدوس جلسة، نصبنا كطرف مدني على ذوي حقوق محمد خاتم وعلى ذوي حقوق الهالكة كذلك أمينة رياض. جاء زميل من خارج الدار البيضاء وسجل نيابة على أحد المتهمين متابعين في حالة اعتقال، وتم تأجيل الملف إلى 24/12/2024. لا تتعلق بأنه طول أو الملف، من غادي يكون جاهز ومن غادي تعتبر المحكمة الملف جاهز راه غادي يدوز كأي ملف من الملفات عادية. أما المسألة أنه طول سنة، راه الملف كما لا يخفى عليكم كان في مرحلة تحقيق، ومرحلة تحقيق تتطلب واحد سريو، تتطلب واحد تحقيق معمق من طرف السيد قاضي التحقيق، بالإضافة لهذا الشيء كامل أنه كاين مجموعة من المتابعين المتهمين في هذه القضية، ماشي شخص أو شخصين، راه تقريبا سبعة أشخاص. لذلك بالإضافة للاستماع لذوي حقوق الهالكين الثلاثة، الملف الآن يروج داخل أروقة محاكم الاستئناف، وتم تأجيله كما أسلفت ل 24/12 لإعداد الدفاع ولإدلائنا برسم الجزافي والمطالب المدنية. تقريبا الملف كاين كل شخص أنه تحاول يرمي التهمة على الآخر، ولكن تهمة ثابتة، والسيد قاضي التحقيق قام بما يلزم وتبتسع عليهم التهمة. يعني تقريبا من وجهة على الأقل من وجهة نظرنا احنا كدفاع المطالبين بحق المدني، تهمة ثابتة.